الحمد لله الخير مستمر. احنا كنا اطلقنا من اسابيع حملة دفي بردهم لجمع 1,000,000 بطانية. الحمد لله الاستجابات كتيرة جدا تمت من خلال شركاء الخير. جمعية الأرمان تكفلت ب5,000 بطانية وهتزود. يعني وعدونا ان شاء الله ان احنا نوصل ل250,000 بطانية. جمعية بداية 5,000 بطانية وهتزود. جمعية واحد من الناس 2,000 بطانية وهتزود. جمعية حماة المستقبل 1,000 بطانية وهتزود. جمعية خير للغير 1,000 بطانية وهيزودوا. وبعدين أي حد تاني، أشخاص عاديين، مواطنين عاديين عايزين يشاركوا معانا في دفي بردهم. انتوا شايفين الشتاء دخل والجو برد، وربنا يكرمنا ونقدر نوصل للمليون بإذن الله. وإحنا مستمرين معاكم في دعم غير قادرين، وإن شاء الله مستمرين معاكم في حملة دفي بردهم. والنهاردة بدأنا بدأنا مشوار التوزيع من فترة، والنهاردة عندنا تقرير نشوف الناس اللي وزعنا عليهم من أهالينا في منطقة عرب المعادي. وزعنا بطاطين على الأسر الغير قادرة والأرامل والمطلقات وكبار السن بالتعاون مع جمعية الخير للغير. وربنا يكرم الجميع إن شاء الله. نشوف التقرير.